بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة بداية الأسبوع. ويبدو أن شاء الله بإذن الله هيكون أسبوع ممتع ومثير وفي أخبار سعيدة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. البداية والانطلاقة من مرحلة الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا سعيدة وكبيرة، النتيجة والأداء والمستوى وردود الأفعال كمان على فوز الأهلي على الترجي في ملعب برادس بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. المكسب مهم والنتيجة جيدة، ولكن التأهل لم يحسم. الأهلي أمامه أكيد 90 دقيقة في القاهرة يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا مع الترجي. بإذن الله نتمنى أن يكون الحضور للجماهير كامل العدد في استاد القاهرة الدولي، ولكن مهم جدا خلال الأسبوع الجاري التعامل مع نتيجة لقاء الذهاب وكأنها لم تكن. الأهلي لم يضمن التأهل حتى الآن. النتيجة والأداء والمستوى والأرقام والتاريخ، الكل بيقول أن الأهلي خلاص قطع أكتر من نص المشوار، ولكن الكورة فيها متغيرات كثيرة جدا. حذاري كل الحذر من لقاء العودة. بإذن الله إن شاء الله نفرح الجمعة المقبل بالتأهل إلى المباراة النهائية، وأيا كان المنافس إن شاء الله الأهلي بإذن الله عنده تحدي مهم جدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام تحديدا.